اليوم وزير الشباب والرياضة جاء البصرة بجولة تفقدية بخصوص ملعب البصرة الرياضي ملعب الميناء. صار توجيه كل السيد المحافظ مرافقة معالي الوزير بالاطلاع على آخر سدادات الملاعب والمنشآت الرياضية شنو آخر تفاصيل وين وصلت. الكل يعرف الحمد لله وشكر رب العالمين جهزنا بخصوص القرعة وجهة تثبت موضوع خليجي 25 إن شاء الله بالبصرة. اليوم إن شاء الله جاهزة لحد يوم إن شاء الله 20/12 راح توصلنا الملاعب مالتنا إلى اتحاد كأس الخليج والأمور ماشية بصورة يعني جيدة. معالي الوزير زيارته حضروا مع 6 مدراء عامين للاطلاع من على آخر التطورات داخل البصرة. نسب الإنجاز في ملعب الميناء تخطط 95%. هناك في بعض الأوقات تمر الشركة أو العاملين ببعض الظروف القاهرة اللي هي من ضمنها الظروف الجوية اللي أثرت على سير العمل في فترة من الفترات طبعا باعتبار الأعمال اللي كانت تقوم بها الشركة على ارتفاعات عالية اللي هي تقريبا 40 متر فدائما ما يعني كانت تتأثر بهاي الظروف، لكن تجاوزنا هذه المرحلة والحمد لله والشكر بجهود الصراحة العاملين على الـ على الـ على الـ على تركيب سواء الأشرعة أو على تركيب المسلمات الحديدية. الآن وصلنا نسب إنجاز متقدمة والحمد لله، لم يتبقى سوى القليل مجرد 3 أشرعة، وكان وإن شاء الله الأسبوع القادم تكون راكبة 100%. زيارة وزير وبإشراف ومتابعة ميدانية بشخصه ولقاء مع الشركة المنفذة والكوادر الهندسية الإدارة الفنية والهندسية، وكان بمعيته مجموعة من المدراء العامين في وزارة الشباب والرياضة الكادر المتقدم، دليل على حرصه واهتمامه بهذا المجال. واليوم بالاجتماع حددنا أوقات زمنية للتجهيز والأثاث وبعض المتطلبات الأخرى في ملعب الميناء، وبعد ساعات إن شاء الله نتوجه إلى ملعب المدينة، وأيضا ما هو متطلبات الملعب الرئيسي وملاعب التدريب، أضافة إلى هناك جولة في الفنادق والمستشفيات. وهناك تنسيق عالي صراحة بين وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية والسيد المحافظ.